المسيرة التدريبية للمدير الفني لنادي الأهلي هقولها لحضراتكم حالا. السيرة الذاتية للسويسري ريني فايلر، حصل مع نادي أراو على دوري التحدي السويسري موسم 2012-2013 وصعد به إلى الدوري السويسري الممتاز. خدوا بال حضراتكم من التدرج، وخدوا بال حضراتكم من البصمة الفنية اللي موجودة أو اللي بيعملها هذا الرجل مع كل فريق. حقق نتائج مميزة مع أراو، أبرزها الفوز على زيوريخ 5-1 وجراس هوبرز 4-0 ولوزرن. اللي يعرف أو اللي بيعرف الدوري البلجيكي هيعرف ان او السويسري انا اسف هيعرف ان الفرقه دي من فرق القمه في الدوري السويسري. تاهل مع نورنبرج الالماني موسم 15-16 الى تصفيات الدوري الالماني، ثاني اقوى هجوم في الدوري في ذلك الوقت 68 هدف. حقق نتائج متميزه ابرزها الفوز باعداد كبيره الحقيقه او ارقام كبيره. دي كانت البدايه بقى، او اللي جاي ده هو كان بدايه رينيه فايلر. حصل مع اندرلخت على الدوري البلجيكي 2016-2017، وخدوا بالكم بالمناسبه الدوري ده كان الدوري الوحيد اللي حصل عليه هذا الرجل مع نادي اندرلخت. نادي اندرلخت ده في بلجيكا عامل زي مش نفس الشعب ولكن زي النادي الاهلي كده، يعني ده اهلي بلجيكا. اندرلخت حصل معاه على الدوري في اخر 5 مواسم، اقوى خط هجوم في الدوري بعد احراز الفريق 67 هدف. في نفس هذا الموسم حصل مع اندرلخت على كأس السوبر البلجيكي 2017. تأهل مع اندرلخت إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي. حقق نتائج متميزة مع اندرلخت في الدوري الأوروبي ووصل للدور النصف النهائي وتعادل مع مانشستر يونايتد وخرج في الوقت الإضافي بهدف قاتل. التدرج الواضح جدا في ريني فايلر، التدرج الوظيفي، يعني بدأ بفرق ناشئين وبعد كده بقى في فرق درجة تانية وبعد كده بقى في فرق درجة أولى وبعد كده أصبح فرق في منتصف الجدول وبعد كده أصبح مسك فرق المقدمة في بلجيكا وخد معهم دوري وكاس وكاس سوبر وكذا وكذا وكذا. وبالتالي هو ده الطموح اللي النادي الأهلي بيدور عليه، هو ده الطموح اللي النادي الأهلي عايزه يبقى موجود معانا خلال الفترة اللي جاية. دي كانت السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي ريني فايلر. كل التوفيق للمدير الفني للنادي الأهلي، إن شاء الله كل الدعم وكل المساندة كالعادة وكعادة قناة النادي الأهلي. نحن هنفضل داعمين لهذا المدير الفني، هنفضل واقفين معاه، هنفضل في ظهره.